أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. مواطن جزائري يصنع الحدث في فيديو قصير نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه يهلل ويكبر ويفرح بعد مشاهدته لتساقط الأمطار الغزيرة في ولاية عنابة. المواطن كان جد سعيد، شاهدوا واسمعوا ماذا كان يقول. الله أكبر، اللهم طيب النافع، يعني يا ربي زيد 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 يا ربي، اللهم صيب النافع، اللهم صيب النافع، الحمد والشكر لك يا ربي.